الحمد لله انه اليوم اللاعبين كانوا في واحد المستوى عالي من التركيز ومن القتاليه، والحمد لله انه مشات المباراه كيف ما خططنا لها من قبل من الناحيه التقنيه والتكتيكيه. اللاعبين كانوا هادين، مشينا بالمباراه اول حاجه حمينا المرمى ديالنا باش ما نتلقاوش هدف، وطبعا انتظرنا وكان عندنا الصبر ديالنا مزيان مع الضغط على الفريق الخصم حتى وصلنا للمبتغى ديالنا وسجلنا الهدف الاول ثم عزنا بهدف ثاني. تنظن انه اليوم اللاعبين قدموا مقابله في المستوى الرفيع، ولكن صراحه اللي ساعد بشكل كبير هو يعني الجمهور صراحه، 50,000 اللي كانت حاضره اللي كانت جدا ايجابيه. انا اليوم جمهور الوداد فاجئني لانه كان ايجابي تقريبا قبل بدايه المباراه، وصراحه هذا الفوز هذا ساهموا فيه بشكل كبير. هنيئا للوداد جميع الوداديين، وهنيئا للجمهور، وشكرا للجمهور للدعم ديالهم. اليوم كانت مباراه مهمه بالنسبه لنا بحكم ان ما كانش عندنا خيار واحد اخر الا نحقق 3 نقاط. دخلنا المقابله عازم تحققوا نتيجه ايجابيه، الحمد لله انتصرنا نتيجه سواء اداء، الحمد لله على هذا الانتصار هذا اللي كيقوي الحدود ديالنا باش نزول الدور المول ان شاء الله. الحمد لله حققنا 3 نقاط مهمه اللي تخلينا اننا يعني نمشيو مزيان في هاد الجوج ماتشات اللي بقاو لينا، وان شاء الله نظفروا بالتاهل. ومقابله كانت في المستوى، والحمد لله على هاد 3 نقاط. Je crois que c'est amplement mérité. Un grand match du Wydad, aussi bien les joueurs que les supporters. Et la tactique de l'entraîneur et les consignes, je pense que tout le monde a respecté ce que l'entraîneur a dit. Et on avait le public pas dans la tribune, mais sur le terrain avec nous. Et c'est ce qui a donné la victoire aujourd'hui.